اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش سبرينج رول الجمبري، او يعني ساندويتش مستوحى من الحشو بتاع سبرينج رول الجمبري. مش هنلفه زي سبرينج رول ولا حاجه، هنعمل الحشو ونحطه في ساندويتش. مكونات: جمبري كبير ومتقشر من غير طبعا ديل ولا اي حاجه، صوص تشيلي او فلفل الحلو، عصير ليمون، جنزبيل طازه مبشور، جزر مبشور، فلفل احمر مبشور، وخس. هنبتدي الاول ان احنا نحط شويه من صوص التشيلي او الفلفل الحلو على الجمبري. رشة ملح، شوية ليمون، هنقلبه. نحطه على النار كده على طول زي ما هو. نحط النار عليه شوية، وبعد كده هنجيب طبق والخس هنقطعه بإيدنا كده. نحط برضو شوية من عصير الليمون. الجنزبيل. بقية الصوص بتاع الفلفل الحلو، صوص التشيلي. نقلبهم كده تقليبة مع بعض. ونسيبهم شوية يتبلوا لحد ما الجمبري يستوي. نحط شوية جورنش وشوية مايونيز. شوية شيري توميتوز وطماطم شيري، نحطهم كده زي ما هما. نحط جمبري. شوية من الفلفل الأحمر. شوية من الجزر المبشور. وكده الساندويتش بتاعنا يبقى جاهز. ساندويتش حشو سبرينج رول، ساندويتش وحاجة ساقعة. دهن وشف. النهارده هنعمل كوكتيل الكيوي بالجوافه. المكونات: كيوي بجوافه،
موز، شويه ميه هنزودهم مع العصير، سكر للتحليه، وكريمه خفق بودره. نجيب الخلاط، نبتدي بالكيوي، جوافه، موز، سكر للتحليه، بودرة الخفق أو بودرة كريمة الخفق، شوية مية، نقفل الخلاط ونخلط. تمام، كيوي طبعا ده شكل جميل جدا وهتدي طعم حلو جدا مع بقيه المكونات. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير او كوكتيل الكيوي بالجوافه، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.